دونك اليوم راح نهضر لكم على هذيك زعما لي سونكسيون كونت لالجيري. زعما ماركو روبيو هذا سيناتور في الكونغري امريكان تاع لا فلوريد، اللي هو سيت ان كونسيرفاتور، صحاب ترامب لي كونسيرفاتور. هاد الضجه هادي المغاربه داروا بها حاله، فرحانين استدير خلاص هم رايحين يحطموا الجزائر وحنا نربحوا وندوسها، خلاص فيني عاديه. يا اخي حمساكم يا يشدوا في كل حاجه، هي سي نورمال خاسرين شدوا طلانين كل حاجه، بدا تجي كونت لالجيري يفرحوا يقول لك خلاص شحال ما يقولوا خلاص بس ما صندو ما يقولوا خلاص ما حبش تخلاص. كي هما كاين الحركه ديالنا هذوك انور مالك و زيقوط وكاع الغاشي هذا كامل، سليم صالحين وواحد دبلوماسي وواحد جورناليست واحد العديان الحركه شايف، بس ما عندهم حتى كولتور بوليتيك ني ريان دو تو. يعني ما جيت انت مدير فيديو خلاص راح يسوقسون الجيري وفي كونتر، ماشي الماريكا اللي قالت سوقسون الجيري، نو سي با لي ستازوني كي اون ديموندي بريميرمون، سي ان سيناتور ريبوبليكان هكذا لي بلوس لي مو. دوك نشوفوا واش قال هذا السيناتور هذايا، بون وراها بزاف لي وراها هذيك البقال ديالو، حنا نشوفوا واش قال هذا السيناتور الامريكان الجزائر باش نبدا لا فيديو بيان كوم يلفو. هكذا جو لي ترادوي اون عرب باش يفهموا تاوعنا، يقولوا هيا تبعوا نكبروا شويه الايمان باش نقراوها. لاز الور ماركو روبيو هذا السيت ديالو هنايا، تصريحات صحفيه، روبيو يطالب بفرض عقوبات على الجزائر لشراء اسلحه روسيه. تعد الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه من اكبر المشترين العالميين للمعدات العسكريه من الاتحاد الروسي، يصرح بفرض عقوبات على اي طرف يحدده الرئيس عن علم يشارك ب 1544 قانون مواجهه اعداء امريكا من خلال العقوبات في صفقه مهمه من شخص مع شخص يمثل جزءا من او يعمل لصالح او نيابه عن قطاع الدفاع والاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. أرسل ماركو روبيو نائب رئيس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكينس، يدعو فيها إلى تحديد مناسب للأطراف التي ساعدت شراعها الكبير للاعتداء الروسي على قيام روسيا بأعمال مزعزعة للاستقرار. روسيا هي أكبر مورد عسكري للجزائر، تعد الجزائر أيضا من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليار دولار في عام 2021، وسيؤدي تدفق الأموال من أي مصدر إلى روسيا إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، ومع ذلك لم يتم استخدام العقوبات المتاحة لك بعد. إنني أشجعكم على أن تأخذوا التهديد الذي لا تزال روسيا تشكله على الاستقرار العالمي على محل جد، وأن تحدد بشكل مناسب الأطراف التي تساعد شرائها الكبير للاعتداء الروسي على أعمال زعزعة الاستقرار التي تقوم بها روسيا. النص هذا يا هذا هو أكتب بقلق بالغ فيما يتعلق بالمشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي، كما تعلم بوجه القسم 2031 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 الرئيس إلى فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات وكذا من عليك بطاطي بطاطا. اسمحوا لي بالحديث الخارجية من وزير الخارجية. روسيا هي أكبر مورد عسكري للجزائر، تعد الجزائر أيضا من بين أكبر أربعة مشترين. أزيد سويت أوكي دونك هذا ماركو روبيو هذايا هذا السيناتور قال لي زاميريكان تسمى الغوفرنمون امريكان كي ديموكرات وهو سي تان ريبوبليكان هكذا يقول له لازمكم ديروا لي سونكسيون على الجزائر. انا دون بليزيور فيديو من قبل كنت نقول لو كان غدوه يدخل الروس مع الامريكان في حرب
حنا ندخلوا فيها اوبليجي. هذه حاجه ناتورال ناتورال ستاتير ينجم يدير فيه سونكسيون. قلت ما زيدش تشري سلاح الروس، انا درنا لهم لي سونكسيون تي فوا. يقدر بيان سور، هذه حاجه ناتورال طبيعيه. اوكي بصح لا كيستيون اللي بوزيوها باغ اكزومبل، هل يقدر يفرض لي سونكسيون هادو على الجزائر؟ هذه هي العقليه، هذا هو السؤال. السؤال ماشي وقال بلينكيس خلاص راح يدير نو. اسكو يقدر ايه ولا لا في الوقت الحاضر هذا؟ ثبت لكم باللي ما يقدر يدير والو ريان. بريمير موست سيناتور سي فري كي لي بويسون مع لي ريبوبليكا عباد سي بريزونتي على انفستيتور تاع لا بريزيدونس تاع البارتي ريبوبليكا في الماريكان من قد ترامب من بعد ولا معاه هكذايا. دونك إلي ستان بو ترامبيست. اوكي دونك حنا نقولوا اسكو يقدر ولا ما يقدرش؟ اسكو يقدر؟ ما يقدرش. علاه ما يقدرش؟ باسكو لو كان يسي يدير لي سونكسيون لالجيري، شكون اللي راح يدير لنا لي سونكسيون؟ راح يسونكسيوني لي زوروبيان، فرنسا، المان، ايطالي، هادو كاع اللي عندنا معاهم علاقات حنا لا كوميونيتي اوروبيان، ونعطيهم الغاز والبترول وكذا. اسكو يقبلوا؟ هاي لا كيستيون. اسكو يقبلوا؟ يقبلوا يقولوا له حنا نعاديو الجزائر خلاص، نقطعوا مع المعانقه نديروا لها لومبارغو لي سونكسيون. ما يقبلولوش باسكو يقولوا له كيفاش حنا الروس درنا لهم لي سونكسيون داروا علينا حنايا، هم يقولوها كامل. تحوس نديروا لي سونكسيون لالجيري كانا بحجه يشروا سلاح على الروس، سي با بوسيبل، ما يقدرش. دونك هو لي سونكسيون كي يمبوزيهم على لي ناسيون، يمبوزيهم فار ناسيون الي انتربوزي، هما اللي يخسروا. كيما لي سونكسيون دارهم ليرون باغ اكزومبل، شكون اللي يخسر؟ لي زوروبيان لي كونترا كاع اللي كانوا عندهم مع ليرون كاع خسروهم باسكو حاكمهم لي زوروبيان ديال لاربان ديالو. لا غير اكتويال اللي راهي صايره سي الشعوب الاوروبيه كيفاش دور على الحكام تاعهم، هذا هو اللعب نتاع بوتين، نتاع بوتين تاع لاشين تاع بعد لافير نتاع لوكران. ستادير نخلوه يموت بعقله، ما نقتلوهش، نوصلوه للسيمتيار كما قال لافروف، ما نقتلوهش، ما ناشيفيوهش، ما كومبانيوه حتى للسيمتيار. فهمت الهضره كيفاش؟ هو ما يقدرش، امبوسيبل. نقولوا كيفاش حنا الشتا راهي جامد، تحب ديال الجيري. دونك هاد البريه هادي شغل ريح في الشباك، ما كان والو معاه. سي با ليطا امريكان اللي قال لك ندير لي سونكسيون، ولا راح ندير لي سونكسيون للجيري. هذا حتى سيناتور كتب، علاش كيهضر هكذا مثلا؟ شوفوا لي زوروبيان باغ اكزومبل، نعطيكم ان اكزومبل تاع لي زوروبيان، اوكي؟ شوفوا ان سامبل اكزومبل تاع لي زوروبيان لهاد الايامات في البارلمون الاوروبيان. نسمعكم ان ديبيتي فرنسي في لاسومبلي الاوروبيان، شوفوا واش يقول فوندرلاين هذيك قدام كاع لي زوروبيان، واش يقول لها؟ تعرفوا بلي لي زوروبيان شعوب تاع الاوروب ما راهوش مع الدول تاعهم، كاين دي بي اوروبيان كيما لونغري ما راهمش يمشيو معاهم. دانيال مونبيجون تاع الالمان قصر مع بوتين ساعه ونص في التليفون، تادير فاقوا بلي لي زاميريكان ما يقدروش يسلكوهم، او كونترار راهم يشربكوهم في المشاكل. تسمى لو كان يحبوا يديروا زعما، نقول ما نقولوا زعما، هي ماشي لاميريك دو موندات سي هذا سيناتور، لو كان زعما يحبوا يديروا لي سونكسيون على الجيري يجروا معاهم لوروب في دوتر بي باغ اكزومبل. شوفوا واش يقول هاد الديبيتي هذايا، تبعوا مليحه. الوغ نسيو ما نديروش لي باف هادوك ومن بعد تقولوا لي اسكو مليحه ولا لا لا صون. اوكي pied du mur. Si l'état d'urgence énergétique doit aujourd'hui être déclaré, la guerre n'y est pas étrangère, mais ce sont d'abord et avant tout vos errements successifs que nous payons aujourd'hui. Merci Madame la Présidente du Parlement, Madame la Présidente de la Commission européenne, nous y sommes, voilà les peuples d'Europe au pied du mur. Si l'état d'urgence énergétique doit aujourd'hui être déclaré, la guerre n'y est pas étrangère, mais ce sont d'abord et avant tout vos errements successifs que nous payons aujourd'hui. Vous illustrez parfaitement le proverbe français « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Vous vouliez sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, vous nous avez mis entre les mains de la Russie, des États-Unis, de la Chine et des pétromonarchies du Golfe. Vous prétendiez décarboner notre économie, nous rouvrons les centrales à charbon en raison d'une guerre absurde et irrationnelle
menée contre le nucléaire sous la pression des Verts. Vous vouliez effondrer l'économie russe, vous lui avez offert une manne financière inespérée en démultipliant ses revenus d'hydrocarbures. Vous prétendiez défendre l'écologie, vous importez du gaz de schiste américain à grand renfort de méthaniers. Vous vous placez en défenseur des valeurs de l'Europe, vous vous mettez aujourd'hui à genoux devant l'Azerbaïdjan qui bombarde le valeureux peuple d'Arménie parce que vous mendiez ses hydrocarbures. Vous vantiez les mérites de l'Europe sociale, vous préparez maintenant le rationnement de millions de familles françaises et européennes qui n'ont jamais tant redouté l'hiver qui vient. Par vos incohérences, par vos revirements insensés, par vos renoncements à la souveraineté, vous plongez nos peuples et ces entreprises dans la détresse en les confrontant à des urgences que l'on croyait d'un autre temps. La baisse de la TVA sur l'énergie, le retour à une saine maîtrise des prix par la sortie du marché européen de l'électricité, la taxation des superprofits comme le soutien indéfectible à la filière nucléaire sont autant de mesures indispensables pour empêcher que nous ne revenions à l'âge de pierre économique. Madame von der Leyen, partout les peuples d'Europe sont en colère. Il n'est pas loin le temps où ils vous demanderont avec la sévérité d'un juge devant le coupable. Qu'avez-vous fait du rêve européen? Je vous remercie. كيفاش هضر معاها؟ قالها راح ينترجونا لاج دو بيير. دي غوند ناسيون اوروبيان، لونيون اوروبيان، شحال من ناسيون سون اوني، هكذايا. ان بتي بروبلام في لوكران، طاحوا، اون كالكو موا. سي دي جيون بي دارجيل، في الحقيقة. انت كي تشوف هكذا دوك لي زعما يقول لك نديروا الديمقراطية في الجزائر وشوفوا الدول اللي تحترم نفسها وهادو يحترموا نفسهم هادوما وشوفوا الاقتصاد وحنا ما عندناش اقتصاد وما عندهم الاقتصاد شوفوا الاقتصاد تاعهم ميم با 4 موا دو كار 3 موا بين روس وليكران بركا راه طاحوا كاع شوفوا المانيفيستو شوفوا الانجليز لا تشيكوسلوفاكي بداو ينوضوا اليوم شوفوا هاد الديبيتي اوروبيان غسلها لابسه توني تاع الدرابو تاع ليكران ولات اوكرانية هي شو الامريكان باش حبوا يضربوا لوروب حبوا يكسروا لوروب كيما داروا في وقت هتلر هما اللي داروا هتلر باش يضربوا الروس واصدم على الروس مع الاول وكسروا كاع لوروب باش من بعد جاو قالوا نعاونوكم باش تبنوا باش تخلصونا بدراهمنا في زاكور دو بريتن وودز نعطوكم دراهم وانتوما هذوك الدراهم حنا ندو كاع لي مارشي دو كونستركسيون كلش سي كوم سا فضلوا حال الامريكان حابين يديروا لو ميم جو يكسروا لوروب بصح دوك لي جينيراسيون هادو ما جايين اوب ما تحفسالهمش يعرفوا التاريخ خلاص قراو التاريخ ولا الانترنت وخرج كاع خرج كاع لي زارشيف ومنا على بالهم بلي شكون اللي دار هتلر المخاخ تاع هتلر اللي كانوا مع كاع في الامريكان منهم اينشتاين ستادير لوروب راهم زعزعين دونك حنا الالجيري انا اون بول بوزيسيون ما يقدرش يدير لك لي سونكسيون امبوسيبل هذه هي لا كيستيون دوك هو قال انا ندي علاش الرئيس بايدن ما يديرش لي سونكسيون لالجيري ها هي اوكي يقول لك داكور هذوك دوك يدير لي سونكسيون اسيدي يقدر يدير ما يقدرش يو بي با فار دو سونكسيون امبوسيبل هم داروا لي سونكسيون لفينيزويلا كاش ما قداو له مادورو بورتون فينيزويلا سي تي بتيتي قدام الامريكان ا كالكو سونتان دو كيلومتر برك ميم با يمكن ما يقدروا في نحيها داروا له سانكسيون بلوكاو له دراهمو في الفنزويلا تاع الفنزويلا في كاع لو مون جابوا بوايدو هذاك بريزيدون قالك هذا هو البريزيدون تاع الفنزويلا تعرفوا بيا فرنسا ولونجلتير والكندا كاع قالك هذا هو بريزيدون يونايتي ايروني والو حبوا يمبوزي واحد كيما داروا في ليكران قدروا له ما قدرولوش طيحوه ما طاحش صافي ندير لي سانكسيون صافي ندير لي غروند ناسيون كاع يديروهم لي سانكسيون لي غروند ناسيون لي ما ينبطحوش لو كان جات الجزائر منبطحة كيما يقولوا العديان تاع الجزائر الحركة تاع البلاد قلت الماريكان تحكم فينا والماريكانية نحات التوفيق والماريكانية كدا والماريكانية كدا وكدا إيما لو كان تحكم فينا وعلاش دير لي سانكسيون باش نتبعوهم باش نحبسوا لا فضح لي ظالم عند الروس عندنا مومو تيليفون يعطيك لور ديرها نو سيك حنا ماشي منبطحين كيما المروك ولا كيما كانوا لي بي دي غولف دوك نجيكم les pays du Golfe. Alors ça, les chamboulements, nous sommes en train d'assister à la chute de l'Empire américain. C'est le début de la chute de l'Empire américain. Il n'a plus la puissance, c'est fini. Ni puissance de feu, ni puissance économique. Il y a les empires qui sont en train de se faire.
تاع لي زومبير انت تبروفوكي برك كيما الروس ترك هاتيك في الاوكران الحرب راهي في الاوكران مي نو احبس كاع دوك الهجومات تاعو كاع علاش الحرب راهي مونديال لي زاليم ديالك ديالك لي زالي دبر عليك العالم كما قال الله في ربنا كومباني كتاب سيمتيار هذه هي القضيه الامريكا انا عايشينها كاين دي غران لي غران بروفيسور دونيفرسيتي في امريكا بوليتيكوم اللي يقول لك سي لا فان تاع لي ستاتزوني سي لا غير سيفي في لي ستاتزوني حتى شوف نوريكم واحد لارتيكل تري انتريسون اسكو يقدروا ولا ما يقدروش في امريكا هذه لا فيديو تاع اليوم اسكو يقدر الامريكان اليوم يدير دي سانكسيون زعما نيمبورت كات بيي لالجيري ولا كذا سيرتو مع لافير تاع الروس او بين بلي ما قدرش يدير ما كلاتلوش